هاد الواقعه ديال الاغتصاب ديال هاد البنت هادي اللي مختله عقليا ماشي شي حاجه غريبه في هاد البلاد من بكري كاينه، وهذه واحد العدد ديال السنين والمغاربه شاهدين عليا كفاعله جمعويه كنهضر على الاغتصاب ديال اللي بعقلها واللي ماشي بعقلها، والجمعيه كلها مبنيه على البنات اللي تغتصبوا، كاينه اللي تغتصبت بالعنف وكاين اللي تغتصبت بالكلام الحلو وكاين اللي تغتصبت بالخطبه الرسميه، يعني الخطبه ماشي بالعقد، انما كيجيبوا النوار يجيبوا الحلوه السكر، هي مخطوبه بالنسبه لها خارجه مع راجلها، حتى كيوقع الواقع شويه كلشي كيخوي بها كتصدق، لا هي بات ولدها ولا بنتها وقع، ما هي بتربيه جنسيه دارت لها ملي باقي صغيره باش تعرف، بان دازوا عندي بنات هنا اللي ما عارفينش بان ما كيعرفوش اشنو هي دم الحيض، وقالوها لي بنات قال لي احنا ما عرفناش كاع شنو هي دم الحيض، ما عمر منا قالت لنا شي حاجه، الوغ ما ادراك ما الولاد واش في خبرهم اشنو هي، كيقول راه الولد رشد خصو يصوم، ما حتى واحد ما كيفسر ليه، يا ودي راه ملي كيرشد راه يقدر الا مشى مع شي بنت راه غادي تحمل، خص الناس يعرف هذا الشيء هذا، ملي كدير ديك التربيه الجنسيه الولد ولا البنت كيقدروا يتحكموا في روسهم وكيعرفوا فين كاين الحدود، دابا هذه اللي وقعت في الاغتصاب وفي حافله، الحافله فيها الناس والناس كتصور، فين الشهامه ديال المغاربه؟ كاع هذا الشيء كاع يشوفوا المنكر ويتفرجوا، وهذاك السائق ديال الحافله لومو ولا ما لوموش هذه كلام اخر، ملي يشوف المنكر عنده في الطوبيس يورك على لاكسيليغاتور ومشي حتى ما يوقف حتى يوقف، اول مقاطعه غادي يلقى حدا ولا اول الشرطه او بعدا يمشي عند المخزن باش يحد من المنكر، هما حتى تسرقت التصويره ودازت في انترنت ودارت فضيحه، حتى اللي متى غادي نبقاو بحال هكذا، اللي ماشي عادي دابا في هذه القصه ديال الطوبيس هو ان كاين شغل الدروكه، الولاد على ما سمعت انا اللي شفت في الاعلام كانوا مدروكين يعني مدوخين، شكون اللي كيدير الدروكه؟ شكون اللي كيبيعها؟ واش كاع هاد الناس هادو كاع حنا ما نعرفوش نحدو منهم؟ نحبسو منهم؟ نربيوهم؟ حنا ما غاديش نربيو دوك اللي كيتاجروا بالدروكه لان فيها الفلوس، ولكن غادي نربيو النساء الدري من صغره، نربيو الاسره، خص الاسر دابا الواقعه وقعت، الفضيحه تفضحت، المغرب ولا معروف على ود هادشي ديال الانترنت، المغرب كل المغرب العالم كله كيهضر على الاغتصاب اللي وقعت البنت معاقة دينيين، انا داز عندي واحد العدد كثير ديال المعاقات دينيين، وعندي وحده حملات وولدات وهي معاقة دينيين، ومع من حملات شكون اللي اغتصبها؟ شي واحد لاباس عليه، ولكن الحجه ما تقدرش تجبدها لان تحليل الجينات باش يدار خصو يعني كاين قوانين لنا عاوتاني كتصدق في الحق، الحق والقانون.